أمن مطار بيروت الدولي إلى الواجهة بعد شائعات انتشرت عن إحباط عملية إرهابية كان ينوي تنظيم داعش تنفيذها ضد طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، شائعات نفتها بشدة الوزارات المعنية إضافة إلى الشركة الفرنسية. وترافقت هذه الأخبار مع زيارة قام بها وفد من الخبراء الأوروبيين للمطار أوعز بضرورة تشديد الإجراءات لتعزيز السلامة في هذا المرفق. الكلام على التهديدات الأمنية المباشرة كلام غير صحيح، الكلام على المخاطر مبالغ فيه، هذا ما بينفي أنه المطار يحتاج إلى تطوير بالنسبة لموضوع السلام العام. وباختصار وكلام مباشر، يبدأ الحل بتعيين الهيئة العامة للطيران المدني من أشخاص أصحاب كفاءة، لأنه ما بقى فيه بالعالم مطارات تابعة لوزارات، يعني جزء من الدولة. الأجهزة المختصة بعد زيارة الخبراء تحركت لمعالجة الهواجس الأمنية والنقص التقني الحاصل الذي يتناول مسائل تتعلق بالتنسيق بين إدارات المطار المختلفة وبالأدوات التقنية المستخدمة فيه. نحن بحاجة للتحديث وتطوير بعض المعدات والأجهزة الموجودة عنا، واللي نحن هلأ فعليا بعدة مجالات، إن كان على صعيد التجهيزات أو على صعيد سور المطار، يعني في عنا عدة مشاريع صارت بمراحلها النهائية هلأ، وعم نشتغل سواء على تطبيق ما هو مطلوب مننا نحن كرئاسة مطار أو كجهاز أمن المطار في تعاون تام لحتى نخلي المطار بوضع تشغيلي سليم بما هو متوفر لدينا. وكانت وزارات الداخلية والأشغال العامة وقعتا عقودا مع شركات دولية لتزويد المطار بكل حاجاته من التقنيات الضرورية لتحسين الإجراءات الأمنية، وأرسلت هذه العقود إلى رئاسة الحكومة باعتبارها جزءا من الهبة السعودية المقدمة إلى لبنان والمجمدة في الوقت الحالي وتبلغ 25 مليون دولار. وبين نفي التهديدات الأمنية بشكل قاطع والتأكيد على حاجة المطار لمزيد من التجهيزات والموارد البشرية، تقول مصادر الحكومة إن لجنة وزارية متخصصة ستبحث في الأيام المقبلة سبل تأمين التمويل اللازم لتنفيذ العقود الموقعة حتى يصبح هذا المرفق مطابقا للمواصفات الدولية ومحصنا من أي تهديد أمني. سلمان العنداري، سكاي نيوز عربية، من مطار رفيق الحرير الدولي بيروت.